الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكما ذكرنا أن قضية تسميتها وهابية هذا حتى حبيبهم وخدينهم المؤرخ الشهير وهو جئت اليوم ببعض من كلامه عن الوهابية أنفسهم عبد الرحمن الجبرتي في تاريخ في عجائب الآثار وكان يتكلم ويسميهم الوهابية ومع أنه يحب الدولة والدعوة يحب الدولة السعودية والدعوة الوهابية ويسميها الوهابية نعم يعني